السلام عليكم، اليوم مع وصفة أم والد. شو راح نديرو؟ عندكم أنغولي تاع الدجاج، لكن دائما نخير لكم أبسط الطرق باش يعني أي وحدة تحب تجهزو تقدر تجهزو بكل سهولة. هنا واش عندي؟ عندي صدر تاع الدجاج، نحيت له اللحم، ها هو العظم تاعو. هذا العظم راح نوجد به اون صوص، لكن هذا راح نديرو به الغولي. أول شيء واش ندير؟ نطحن هذاك الدجاج. من الأحسن دائما قبل ما تطحنيه الدجاج تاعك قطعيه رقيق هكذا باش الروبو تاعك ما يفسدلكش. يعني قطعيه مرصوات صغار، يعني هذه كتتبيره، تدبيره فقط عفوا. اذا نطحن هذا الدجاج، هذا نطحنه كامل. اذا هنا بعد ما طحنت كامل هذاك الدجاج، صدر تاع الدجاج ها هو معانا، طحنته مليح، ندير عليه، نسكرفج عليه زوج صوص تاع الثوم. عندي هنا شويه تاع المعدنوس قطعته صغير رقيق، يعني بهذه الطريقه. نزيد عليه هذاك المعدنوس، زوج مغارف كبار تاع لاشابلي، خبز يابس ومطحون. علاش دائما نديرو اللحم ولا الدجاج لاشابلي والبيض؟ هذا باش اللحم تاعنا يجينا طري، يعني ما يجيش ناشف. اذا ندير البيضه كامله. بالنسبه للتوابل ندير فلفل اسود، ندير شويه تاع الزنجبيل لانه يعني يتماشى بزاف مع الدجاج، سكنجبير مطحون عادي، وندير الملح، الملح والخليط تاعنا. من الاحسن نخلط بيدي هذا الخليط هادو باش المقادير ينسجموا مليح. اذا بسم الله، يعني الغولي تعتبر من ابسط الوصفات. كل ما حنديروه ساهل، محشي بالجبن فقط، يعني ما نزيدوش نصعبوها ولا نغلو على روحنا الطبق تاع نهار اليوم. يعني ممكن ابسط المقادير نديرو طبق غني. اذا نخلطو مليح حتى تنسجم مليح بهذه الطريقه. اذا هنا الخليط تاعي ها هو معايا، واجد. اذا هنا نجيب لو بابي فيلم تاعي، يعني الفيلم اليمونتير. اذا نفتح، نحط كمية يعني بهذه الطريقة غير بالعقل، ونحكم نصف الكمية تاع الخليط، لأني حندير أنايا يعني اثنين رولي، لكن يكونوا صغار على حسب الكسكاس تاعي لأني رايحة نفورو. ونفتحو طبقة رقيقة، يعني نفس الفكرة اللي عملناها، يعني عندها بزاف إلا كنتو شفتوها. الدجاج عملته بهذه الطريقه وحشيته بالجبن وقليناه، يجي شباب هذيك الوصفه. هذيك هذه وصفه رولي لانه كان بزاف يطلبوها مني. اذا نعملوه مستطيل صغير، اذا نفتحو. اذا ما ساعدكش الدجاج تقدر تشمخ يدك، اذا نفتح مليح بهذه الطريقه. هنا راني فتحتو رقيق. اذا هنا انا عندي هذا جبن ساندويتش راح نستعمله. ما عندكش عادي استعملي جبن طري عادي، عمليه لهنا كحش وندورو عليه. انا حنستعمل اليوم هذا، يعني حتى الثمن تاعو راه متناول الجميع، يعني ماهوش غالي بزاف وماش راح يدينا كميه كبيره. اذا ندير هنا واحد، نزيد القطعه الثانيه، هذه الطريقة. من بعد نبدأ نلوي فيه هذاك الدجاج تاعي، يعني نساعده بلوفين بهذه الطريقة. هنا هاوليك، إذا نعاود نلوي عليه ونسكنو مليح بهذه الطريقة، نغلقوه، نلوي عليه هذاك لوفين أليمونتيغ.
اللي كنت خدمته فوقه. اذا نخدمه بهذه الطريقه هكذا باش نزيروه مليح ونسقموه باش يولي كامل السمك واحد. يعني حنا نتحكموا في الحجم تاع الغولي تاعنا. انا عملتهم صغار لكن كل واحد والذوق تاعو. كما تقدري ديري خشين يعني تكبري المستطيل تاعك باش يجيك الغولي تاعك كبير. اذا من بعد نحكم ورقه تاع الالومنيوم ونزيد نزيد عليه هذاك الغولي بهذه الطريقه. اذا نكمل الغولي الثاني اللي بقى لي ونعاود نرجع لكم. اذا هنا هادو ها هما وجدتهم. نديرهم يفورو في الكسكاس نغطي عليهم بالغطي وبطبيعه الحال نديرهم يفورو مده 45 دقيقه راح تكون كافيه باش الغولي تاعنا يطيب. اذا نديرهم يفورو حتى يطيبونا تماما ونعاود نرجع لكم. اذا هنا الوقت اللي هذاك الغولي تاعي راه يطيب هذاك العظم تاع الدجاج اللي بقى لي تاع الصدر هنا درتو تقلالي مع شويه تاع الثوم. قلت له الجلبانه حبيبه تاع الزروديه مقطعه دوائر وحبيبه تاع الطوماطيش مقطعه اوندي. قلت لهم شويه ملح فلفل اسود شويه تاع سكنجبير نقليهم مليح من بعد نمرقهم. يعني هذه طريقه يعني معروفه نمرقهم بالماء خليهم يطيبوا تماما هذا باش نقدمهم مع الغولي تاعنا كيطيب. اذا نمرق ونخليهم يطيبوا نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما خليتهم فارو لمده 45 دقيقه خليتهم بردوا شويه نفتحهم. انا راح نسيبهم طايبين فقط. اذا نحي هذاك لو فيل خليهم يبردوا شويه باش تنحوهم تقدروا. ها هو ندير النحي الثاني. اذا هنا درت مقلاه تسخن ندير شويه تاع الزبده ذوب بهاد الحال ما تحبش المارغرين ولا الزبده ديري الزيت عادي. اذا نخليها تذوب مليح. اذا هنا نحط هذاك الغولي تاع الدجاج اللي كنت عملتهم. يعني ديروهم صغار احسن هكذا باش يقدروا يدخلوا لكم في المقله. اذا درتيهم كبار يعني ديري حساب المقله لك راح تحمريهم فيهم. اذا نحمرهم كامل على الجوانب. اذا هنا نبقى نقلب فيهم حتى ياخذوا لنا اللون الذهبي الشباب باش نحي. اذا هنا نبقى نقلب فيهم حتى ياخذوا اللون الذهبي يعني كامل الصاير داير تاع الغولي تاعنا. نحيهم نخليهم يبردوا شويه نعاود نرجع لكم. اذا هنا ها هو لو غولي تاعي بعد ما حمرته خلوه يبرد شويه باش نقطعه امامي. هنا حنقطع هذا بسم الله فقط باش تشوفوا الشكل تاعو كيفاش جانا. نجربوا كيفاش نقطعوا بالشكل مائل والموس ماذا بينا يكون تاع المنشار. خلوه يبرد علاش باش هذاك الفرماج يعاود يحكم روحه شويه. كيما هنا شوفوا راه دايب. ها هو الغولي تاعي شوفوا كيفاش جانا. الان نكمل نقطع كامل الغولي في زوج ونقدمه مع هذيك الجبنه اللي كنت طيبتها يعني مقبل. اذا الغولي تاع نهار اليوم بالدجاج يعني بابسط طريقه يعني حشيناه بالجبن فقط ها هو امامنا بصوص بالجلبانه والزروتيه. والله بزاف بنين هذا النوع هذا تاع الغولي كي حمرناه يعطي وجه يعني شباب للطبق تاعنا. نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده والى اللقاء.